السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله نديرو يعني طبق تقليدي اللي هو الرشطه. قلت لهم نديرها لكم بمناسبه يناير، وكاين شحال من الاخت طلبتها مني. الو غنديروها غير بالسميد. هنا عندي السميد، ديت كميه يعني ديت حوالي رطل سميد، نوعيه تكون مليحه، يعني ماذا بكم تكون نوعيه مليحه تاع السميد. انا ديت هذا اخواتي عايشين هنايا لوغونار، يجي يعني يجي رطب ويجي صفر، من الاحسن يجي كيما هاك رقيق، سميد رقيق كما راكم تشوفوا. ها وينا هذا هو. درت معاه هنا غير شويه تاع ملح، قد ملعقه صغيره تاع ملح والماء. نبدا بسم الله، يعني غنشد الكوها دوك تشوف معايا، غنخليها ترتاح. كيما نديرو مسمن هاك باش متغبلناش، نلمها غير بشويه ونلموها شويه يعني ناشفه ماشي طريه، الماء يعني روحو غير بشويه. غادي نلمها، راني لميتها. ها بينا هنايا غادي ندلكها غير شويه، يعني غير قد ما نلمها يعني رطبها شويه، يعني واحد ربع دقيقه. يعني غير لميتها يعني تكون عجينه شويه يعني ماشي طريه بزاف كما كنت لاحظتوا معايا، يعني تكون ناشفه شويه. ها بينا هذه هي. هنايا غادي نغطيها بهاد لو فيم اليمونتير ولا في ساشي يكون نقي، ما تشمخوه ما والو، يعني ماشي مشمخ ماشي كيما بسمن، لا يكون ناشف كيما هكا. ومن بعد ندركوها، يعني كي ندركوها من بعد تجينا ساهله ما عادش تغبلنا. فوالا كيما هكا هيا بينا. نغطيها ونخليها ترتاح واحد نص ساعة حتى لساعة، ونعاد نرجع لكم ان شاء الله. العجينة تاعي خيتها ارتاحت يعني ساعة هكا، باش كي يعني ندلكها متغبلنيش. ونروح نبدا بسم الله ندلكها، يعني شو كي ولات مي ريحت غتجينا ساهلة كي ندلكوها، هاي تطرى معانا. نروح بسم الله يعني ندلكها واحد ماشي بزاف، حط دقيقتين ولا جوج دقائق، ندلكها مليح نرطبها، يعني ضروري ندلكوها. انا ما درتش كميه بزاف، درت غير طن تاع السميد، يعني هي راهي تقطع. غادي ندلكها نرطبها ونرجع لكم هكا باش نطولش عليكم. هاي عجينه ندلكتها يعني واحد خمس دقائق ولا هذا مكان، راهي طريه شويه ماشي بزاف، ما تكونش طريه بزاف، يعني كما قلت لاحظوا معايا طريه غير شويه. هيا بينا هنايا غادي نقسمها على زوج ونخليها واحد 10 دقائق ولا ما بقى نوجد الماشينه تاعي، نوجد الفرينه ونعاود نرجع لكم. نغطيها ونخليها ترتاح هاد 10 دقائق. بعد ما خلات العجينه تاعي ارتاحت شويه يعني واحد 10 دقائق ولا هكا باش نجمو يعني نحلوها، تسهل علينا الطريقة. ألوغ نبدا نحل اللولة، هنايا نجيب الفرينة اللي وجدتها، ونبدا نحل العجينة تاعي، نحلوها رقيقة بسم الله. هاني حليتها، يعني نحلوها رقيقه شويه كي نديروها في الماشينه، يعني كي نفوتوها في الماشينه ما تغبلناش كما قلت لاحظوا معايا. هيا وينا هنايا غادي نقطع، ها
فوالا غادي نقطعها فوالا كيما هكا، كيما العجينة يعني شويه كبيره نقطعها على ثلاثه كيما هكا. راني موجه الماشينه تاعي هنايا، انا بغيت نحل ليا الرشته تاعي نوريلكم الزوج ولا باش خواتي يحرفوا. هنايا العجينه الزاوجه الاولى اللي حليتها راهي وين كما تشوفوا. الوغ هنا نجيب عشينه وحده نخلي هادو هنايا، ندير عليها الفرينه يعني باش ما تلصقيش في الماشينه، غير شويه فرينه نمسحها كبيديه. هاي بينا هنايا غادي نفوتها في الرقم أربعة. فوالا جوج خطرات في الرقم أربعة، نتمنى تكونوا تشوفوا. الوغ نعاود جوج خطرات الرقم أربعة. نعاود نديرها في الرقم قبل الاخير، انا عندي 8 يعني كل اخت الماشينه تاعها الرقم الاخير عندي 9، الو غنديرها في 8 نرقلها نديرها في 8 فوالا، نفوتها مرتين في الرقم 8 يعني بغيتها شويه رقيقه ماش بغيتها غليظه. بسم الله هنا راكم تشوفون، عاود فوتها مرة ثانية سقمها غير بشوية نجيبها من هنا هكا باش متخسرليش. فوالا هيا بينا كيما راكم تلاحظو معايا، عفوا هيا بينا. أنا بغيتها رقيقة مبغيتهاش غليظة، يعني مام هنا ماهيش رقيقة بزاف، بغيتها بهاد السمك هذا. هذه هي ندير الطخشو هنايا تاع كوزينه كنا نقي، نحطو فوق الطخشو نحط يعني وحده حدا وحده، ما نحطش وحده فوق وحده، وحده حدا وحده. هذه هي نعاود وحده اخرى ندير الفرينه نرقلها في الرقم أربعة فوالا ونفوت. بسم الله مرتين في الرقم أربعة ومرتين في الرقم 8 ندروك نديرها في الرقم 8 فوالا نجبدها شكرا. هاي نعاود نديرها في الرقم مرتين نصدمها. هاهي بينا الزوجة كيما راكم تلاحظوا معايا، سي بون. دوك انا غادي نكمل هادو الزوج، هادو ثلاثة بقاو لي، نكمل هادو ثلاثة ونعاود نرجع لكم ان شاء الله. فوالا كيما كتلاحظو راني حليتهم كاع، راني كاع ستفتهم يعني شوفوا كاين هادي هنايا وكاين لي ها راهم هنا. شناش غادي ندير؟ يعني وحدة الطاقة عندي الفرينة، ندير غير شويه فرينه ابل فوقهم يعني على الجهتين كيما هاك ونمسح، عفوا نمسح غير هكا بيديا منكطوش فرينه، نعاود نقلبها غير بشويه. هاي عندي فخاج لاباط رقيقه فوالا، نقلبها نعاود ندير الفرينه غير شويه متكطوش فوالا غير كيما هاكا ونمسح. كنا غنديرهم كاع في زو يعني كاع في الجهتين
ونحل الطاقه شويه نخليهم ينشفوا، يعني كتشوفوا الاطراف نشفوا، وخا تخطر قلبوهم يعني غادي كل 5 دقائق ولا ميم با نقلب الحبه، نقلبها هكا نعاود نقلبها هكا، يعني كان نقلبهم واحد نص ساعه ينشفوا، يعني كتشوفوا الاطراف تاعكم نشفوا، هذيك هي ما تبقاش تخلوها تنشف كاع. من بعد كي نديروها في الماشينه راهي تتكسر، راهي تهرس لنا. انا عندي الفرينه كما قلت لكم على جوج جهات، وخاطر خاطر نقلبهم خليهم نص ساعه، يعني حوالي نص ساعه حتى تشوفوا الاطراف نشفوا، ونعاود نرجع لكم. محمد نبدأ بسم الله نديروا الرشه تاعنا، يعني راهي نشفت لي، انا قالت لي قريب ساعه، يعني على حسب الجو، لكن الحل بارد ولا الحل حامي، انا كره البرد دروك. انا هنايا عندي طوب سيد فيه شويه زيت، غادي ندير الاخرى تاعي. بسم الله فوالا، ها هينا دهنوا بالزيت، ها هينا نزيد اخرى. هي سهله، هاي بينا نعاود واحده اخرى. وهنايا ندهنها بشويه الزيت، يعني ندير كمية قليلة، ندهن بشوية الزيت غير شوية ماشي بزاف. فوالا قد ملعقة ولا هاني مجدة هنا الكسكاس، دهنتها بزيت الكسكاس، يعني دايرة القدرة تاعي تغلي، يعني شو كي جات الفرزة، يعني شو كي جات ندهنها بالزيت مليح كيما هاك. وهنا الكسكاس تاعي يعني دايرة فيه تانيك شوية، دهنتها بالزيت، يعني غادي نفور غير بشويه، يعني ديروا كميه قليله وفوروها، ما تبقاش تفوروا يعني ضربه واحده، فوروا غير بشويه كيما هاك بحالها هنايا، ونديرها تفور. هذه هي نديرها تفور، يعني ما تشوخ وقت بزاف، حنا 5 دقائق كي تشوفوا البخار بدا يخرج حسبوها 5 دقائق. هذيك هي دوك راني ها هي الدفعه الاولى، كيما نقولوا حنا الدفعه الاولى، ها هي بينا فوالا، يعني ما تلصقش كيما شفتوا دهنوا بالزيت مليح الكسكاس تاعكم. ها هينا شو كي يعني جايه مفرزه ما جايش معجنه. هاي من حباباتي شوفوا معايا، انا غادي ندير هذا الزاوج فوالا مدهون بالزيت، دهنوا شويه مليح بالزيت باش ما يساقلكمش. ها هينا نحلها هنا في الكسكاس، نحلها كاع في الكسكاس ونفورها كيما هذه كيف كيف. ها هينا نفورها ونرجع لكم. فوالا هي الرشته تاعنا كما قلت لاحظوا راهي طابت بردت، يعني شو كي جات مع وجدت لها الزيت درت لها خطره، يعني كبشتوني مي كانت خضره وما تفورتها، يعني شو كي تجي راهي تجي مفرزه ما تجيش معجنه، على خاطر درناها غير بالسميد، لو كدرنا معها الفرينه راهي تجي معجنه، يعني هذه صحيه خير تاع الفرينه، يعني ما تضرش في المعده. هذه هي عطاتني كميه رطل تاع السميد، عطاني كميه لاباس بها. هذه هي ان شاء الله الفيديو القادم ان شاء الله راح يكون المرقه تاع الرشته وكيفاش نطيبوا الرشته. نتلاقوا ان شاء الله الفيديو القادم، ونقول لكم تهلاو في رواحكم والسلام.